محطة نوعية. المشروع مشروع جبار نوعي، الأول من نوعه كمحطة متكاملة، مشروع استراتيجي من المشاريع اللي افتقدتها البلد لفترة طويلة. نقدم اليوم الشكر الكبير للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. بطاقة توليدية تصل إلى 120 ميجاوات قابلة للتوسع مستقبلاً. ووسط حضور رسمي كبير تم تدشين محطة الطاقة الشمسية في عدن بتشغيلها الكلي، التي تعتبر الأكبر في اليمن بعد تنفيذها من قبل الإمارات في إطار دعمها المستمر لليمن وأهله. أنا سعيد جداً أن أكون اليوم بينكم في تدشين العمل لمشروع محطة الطاقة الشمسية في العاصمة عدن، والمقدم من أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مصدر، والذي يعد أحد أهم المشروعات أو المشاريع الاستراتيجية للطاقة المتجددة في اليمن، والذي كذلك يشكل التزام مهم وكبير بحماية البيئة وبمخرجات مؤتمرات حماية البيئة الأخيرة، وخاصة المنعقد في دبي، مؤشر على التزام حثيث وواضح من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تأكيد وتعزيز ثقافة الطاقة المتجددة في اليمن. على مساحة 1,600,000 متر مربع في مديرية البريقة، شيدت المحطة الإماراتية للطاقة المتجددة، وشملت أعمال تركيب أكثر من 211,000 لوح شمسية، وأكثر من 900 كيلومتر من الكابلات الكهربائية، إضافة إلى 12 محطة تحويل فرعية، و9 كيلومترات من خطوط الضغط العالي، ومحطة تحويل رئيسية. بعد ذي بدأ أنا أحب أشكر حكومة الإمارات، أحب أشكر الشيخ محمد بن زايد أبو خالد حفظ الله ورعاه، والشيخ منصور بن زايد لدعمهم لهذا المشروع ولإعطائهم لهذه الهدية الخاصة لأبناء الوطن بشكل عام وعدن بشكل خاص. هذا المشروع يشكل نقلة جدا نوعية لقطاع الكهرباء بشكل خاص ولجميع مشاريع البلد الخدمية وغيرها. هذا المشروع الاستراتيجي أنجز بهمة أكثر من 2000 عاملا وفنيا ومهندسا وخبيرا محليا وعالميا، وذلك خلال مدة وصلت لمليون وثلاثمائة ألف ساعة عمل. نحن اليوم ندشن المحطة الطاقة الشمسية 120 ميجا، وهذه بداية طيبة ومشروع استراتيجي من المشاريع اللي افتقدتها البلد لفترة طويلة. عدن وأهلها يعانون من حرارة الشمس والأجواء الساحلية في هذا الصيف، وكل صيف أيضا يمر. نقول لمن ساهم في رفع هذه المعاناة وهذه المشاريع الاستراتيجية الكبيرة بالطاقة النظيفة، شكرا لدولة الإمارات، شكرا للشيخ محمد بن زايد وشعبه الكريم الذي يغمرون دائما بعمل استراتيجي ينهض من ويرفع المعاناة عن شعبنا. خال المحطة هذه سوف تسهم كبير في تخفيف الأعباء حر الصيف على المواطنين في العاصمة عدن. عدن من المناطق الحارة والشديدة، وشهدت هذا العام موجة حر شديدة وصلت إلى 650 أو 700 ميجا الأحمال. بالتالي دخول المحطة هذه سوف تسهم كبير في تخفيف أعباء الحر وتقليل ساعات الانطفاء. كما يعد هذا المشروع كما هو معلوم لدى الجميع يعني من البصمات الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة إنسانيا وخدميا، ضمن سلسلة من الخدمات التي تقدمها دولة الإمارات في لدعم أشقائهم في بلادنا. تعد هذه المحطة من أبرز المشاريع التنموية الهادفة إلى تخفيف معاناة اليمن، وتسهم في تعزيز منظومة الكهرباء وتحسين خدماتها المقدمة للأهالي.